وأخيرا يودع المدنيون المغاربة الخوف من الوقوف أمام المحاكم العسكرية، أهم مضمون لتعديل قانوني يرفع عن المحكمة العسكرية الطابع الاستثنائي ويعطيها صفة المتخصصة في المجال العسكري دون غيره، أمر اعتبرت الحكومة أنه يدخل في إطار الإصلاحات الكبرى. إصلاح القضاء العسكري يمثل إحدى الخطوات التاريخية على مستوى النهوض بحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة والانسجام مع المعايير الدولية المرتبطة بهذا المجال. خطوة تاريخية تحققت بفضل الله عز وجل بفضل قيادة جلالة الملك. الجمعيات الحقوقية رحبت بهذا التغيير ولم تخفي عتبها على تأخره، فقد طالبت هذه الجمعيات بإلغاء القضاء العسكري في عدة محطات أبرزها محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم قديميزيك في مدينة العيون. نعتبر بأنه استجابة وإن جاءت متأخرة لمطلب لطالما دافعت عنه الحركة الحقوقية المغربية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فنحن اعتبرنا وليس هذا بجديد، اعتبرنا منذ القديم بأن هذا النوع من القضاء هو قضاء استثنائي وأنه في كثير من الأحيان ما كان يوظف من أجل التضييق على حرية الرأي والتعبير وعلى النشطاء السياسيين. وحمل التغيير الجديد جعل القضاء العسكري على درجتين، الأمر الذي يتيح إمكانية استئناف أحكامها بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية، وسبق هذه التعديلات توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو أعلى هيئة رسمية لحماية حقوق الإنسان ويراهن عليه المغرب خارجيا خصوصا في موضوع الصحراء. وقد يجادل البعض بخصوص سياق إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، فيما قد يجيب الآخر بأن المهم هو أن المغرب قد طوى هذه الصفحة إلى غير رجعة. يونس ياسين، سكاي نيوز عربية، الرباط.